لبس ملابس مبتذلة بالنسبة للنساء، وأيضا تخلي الرجال عن بعض ما كانوا يتحلون به في وقت العزاء. ليس للعزاء ملابس خاصة، وإنما الناس يكونون بثيابهم العادية. وأما ما يفعله بعض ما يفعله الكفار من لبس السواد، يفعله الكفار ومن تشبه بهم من لبس السواد في العزاء أو في أيام المصيبة، وتنكيس الأعلام وما أشبه ذلك، وتعطيل الأعمال الدوائر الرسمية، كل هذا من أمور الجاهلية، فلا يجوز هذا العمل. نعم.